اخواني الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم بدنا نحكي عن لقاح فيروس كورونا، بدنا نحكي عن مواصفات هذا اللقاح وخصائصه، وعن الشركات اللي قامت بتصنيع هذا اللقاح، وعن المخاوف والشكوك اللي بتدور حول هذا اللقاح. بدايه بدنا نفرق بالمصطلحات ما بين اللقاح والعلاج، لانه كثير ناس بصير في عندهم خلط بالمصطلحات الطبيه ما بين كلمه اللقاح او مفهوم اللقاح او مفهوم العلاج. اللقاح هو مواد بيولوجيه، قد تكون ميكروبات ميته او ميكروبات ضعيفه او اجزاء من هذه الميكروبات تنعطى لجسم الانسان، حتى انه جهاز المناعه بجسم الانسان يكون ذاكره، وعندما يتم مهاجمته من الميكروبات القويه او مسببات المرض القويه بكون جهاز المناعه قادر على مقاومه هذه الميكروبات. اما بالنسبه للعلاج، العلاج هو مواد كيميائيه او مواد بيولوجيه، ولكن هاي المواد هي نفسها اللي بتهاجم مسببات المرض، يعني مثل الالتهابات ومثل الالتهابات البكتيريه، في مثلا في المضادات الحيويه، في البكتيريوسايدال والبكتيريوستاتيك، هاي هي المضادات الحيويه او المواد الكيميائيه، هي نفسها اللي بتهاجم مسببات المرض. ولكن في حاله اللقاح، هو اللقاح يحفز جهاز المناعه لجسم الانسان انه هو ليهاجم. طيب الان خلينا نحكي عن شركات الادويه العالميه اللي قامت بتصنيع هذه اللقاحات. اول هذه الشركات شركه فايزر الامريكيه، وقامت بتصنيع اللقاح بالتعاون مع شركه بايونتك الالمانيه. مواصفات هذا اللقاح انه يحفظ بدرجه حراره ناقص 70 درجه مئويه، يعني 70 درجه مئويه تحت الصفر. ونسبه نجاح هذا اللقاح او النجاعه من هذا اللقاح 95%. وهذا اللقاح يعطى على جرعتين، جرعه اولى وبعديها ب 14 يوم او اسبوعين جرعه ثانيه. والشركة الثانية اللي قامت بإنتاج لقاح آخر لفيروس كورونا هي شركة موديرنا الأمريكية، وهذا اللقاح يحفظ بدرجة حرارة ناقص 20 درجة مئوية ونسبة النجاح فيه أو النجاعة فيه 90%. ومثل لقاح شركة فايزر يعطى على جرعتين بين فترة زمنية من 7 أيام إلى أسبوعين. والشركة الثالثة اللي صنعت هذا اللقاح هي شركة سينوفارم الصينية، وهي الشركة مواصفات اللقاح اللي صنعته شركة سينوفارم أنه يحفظ بدرجة حرارة ناقص 2 فقط تحت الصفر المئوي، إضافة إلى أن نسبة النجاعة فيه تقريبا 86%. ومثل آلية عمل اللقاحات الأخرى، يعطى جرعة أولى وبين الفترة الزمنية من أسبوع إلى 14 يوم ثم يعطى الجرعة الثانية. هيئات الغذاء والدواء في كل دول العالم أصدرت موافقة طارئة على استخدام هذه اللقاحات. فهيئة الغذاء والدواء الأمريكية أصدرت موافقة على استخدام لقاح فايزر بايونتك، وأصدرت موافقة على استخدام لقاح شركة موديرنا، والهيئة الغذاء والدواء الإماراتية أصدرت موافقة على استخدام اللقاح الصيني اللي من إنتاج شركة سينوفارم، وحتى عندنا بالأردن هيئة الغذاء والدواء أصدرت موافقة على إصدار على الاستخدام لقاح شركة فايزر. طيب منظمة الصحة العالمية بعثت توجيهات لجميع دول العالم بأنه يتم توزيع هذه اللقاحات على 20% من أفراد المجتمع أو من سكان البلد. مين هم ال 20% اللي راح تكون لهم الأولوية باستخدام هذا اللقاح؟ أول ناس راح تكون لهم الأولوية هم الناس العاملين في القطاع الطبي، أو الناس العاملين في الغرف العناية الحثيثة أو العناية المركزة، إضافة إلى كبار السن، وإضافة إلى الأشخاص اللي بيعانوا من أمراض مزمنة أو من أعراض مرضية حادة جدا. وحسب تقارير منظمة الصحة العالمية، فإنه بحلول نهاية عام 2021 سيكون تم توزيع اللقاح على ما يقارب 2 مليار إنسان حول الكرة الأرضية. ولكن في ناس يعني في محاذير استخدام انهم ممنوع يستخدموا لقاح فيروس كورونا، وهذول الناس او الفئات المجتمعيه هم اول فئه منهم هي الحوامل والمرضعات، اضافه الى الناس اللي بيعانوا من مرض الايدز او اللي عندهم مشاكل فيروس نقص المناعه المكتسبه، اضافه الى الاشخاص اللي اعمارهم تحت 16 سنه، والاشخاص اللي بدهم ياخذوا مطعوم خلال فتره قريبه، يعني او اخذوا مطعوم قبل فتره قريبه تقريبا شهر، او بدهم ياخذوا مطعوم قبل شهر. هاي الفئات المجتمعيه ممنوع انها تاخذ فيروس كورونا او انه يتم اعطائها وتلقيحها بهذا اللقاح المصنع جديد. الان في العديد من النظريات والشبهات تدور حول هذا اللقاح، انه لقاح معدل وراثيا او بغير بجينات البني ادم، او انه هذا اللقاح من تدبير شركه مايكروسوفت او بيل جيتس او الامور اللي زيها. بداية اللي بنحكي احنا دائما علم المناعة من تأسيسه دائما عرضة لمهاجمة نظرية المؤامرة. حتى إدوارد جينر مؤسس علم المناعة اللي اكتشف مطعوم الجدري، لما اجى واخذ البكتيريا من جسم البقرة وصار بده يحقنها بجسم البني آدم ويجربها على الأوادم،
المجتمع هذيك الايام، طبعا هذيك الايام سنه 1810 شيء زي هيك، فالمجتمع صار يتهموا انه بده يحول الاوادم لبقر، انه الشخص اللي بده يحقن بهذا المطعوم راح يتحول لثاني يوم لبقر، تمام. فعلم المناعه لانه علم تقريبا دقيق جدا ومركب جدا، فبالعاده دائما عرضه لنظريه المؤامره. الان احنا بدنا نحكي هسه عن لقاح كورونا وليش الناس متخوفه منه، شو اسباب تخوفه. اسباب تخوف الناس منه هي نظريه اليه عمله، حيث انه هذا الفيروس، هذا اللقاح يعتمد انه باخذ جزء من المسنجر ار ان اي من فيروس كورونا ويحقنه داخل جسم الانسان، حيث اكتشف العلماء انه فيروس كورونا في على السيرفس تبعه او السطح الخارجي تبعه في بروتين اسمه سبايك بروتين، بالعربي بروتين السنبله بسموه اس بروتين. فوجدوا انهم لو اخذوا الام ار ان اي او المسنجر ار ان اي من فيروس كورونا وزرعوه داخل جسم الانسان، فخلايا جسم الانسان قادره على تصنيع هذا البروتين وما راح يكون ضار لجسم الانسان. عنده جهاز المناعه راح يتعرف على هذا البروتين على انه جسم غريب، وبالتالي راح يكون اجسام مضاده ضده. فعنده لما فيروس كورونا يهاجم جسم الانسان، فجهاز المناعه راح يهاجم ويدمر الاس البروتين اللي موجود بالسطح الخارجي لفيروس كورونا. يعني مثل ما حكى العالم التركي اللي بشركه بايونتك اوغور شاهين، قال انه لقاحنا احنا لقاح فايزر وبايونتك سيضرب فيروس كورونا على راسه. والان لو اخذنا بشكل موسع اليه عمل المطاعيم واليه عمل اللقاحات، بتلاقي عدد، يعني في عدد من اللقاحات بتشتغل نفس الاليه هاي، فما فيش داعي للخوف من اللقاحات، ما فيش داعي للخوف من اليات العمل. بس الناس لما تسمع بعض المصطلحات انه معدل وراثيا معدل جينيا بتخاف من المصطلح، ما بتعرف اليه او اليه عمل او الفكره او اللي توجهت في الشركه لها. فما في خوف من اللقاحات، واللقاحات امنه، وكثير في من اللقاحات بتشتغل مثل ما بيشتغل فيروس كورونا. ومنظمه الصحه العالميه الان قاعده يعني بتعمل جهودها مع معهد اللقاحات والامصال العالمي جافي، حتى انهم يوزعوا الامصال واللقاحات على كل دول العالم بالتساوي. نتمنى ان شاء الله السلامه للجميع، ونتمنى انه تعبر الأمة العربية والأمة الإسلامية والشعب والإنسانية كلياتها تعبر هذه الجائحة وتعود الحياة إلى طبيعتها مثل الأول. شكرا لكم على المتابعة. إخواني الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بدنا نحكي عن لقاح فيروس كورونا، بدنا نحكي عن مواصفات هذا اللقاح وخصائصه، وعن الشركات اللي قامت بتصنيع هذا اللقاح، وعن المخاوف والشكوك اللي بتدور حول هذا اللقاح. بداية بدنا نفرق بالمصطلحات ما بين اللقاح والعلاج، لأنه كثير ناس بصير في عندهم خلط بالمصطلحات الطبية ما بين كلمة اللقاح أو مفهوم اللقاح أو مفهوم العلاج. اللقاح هو مواد بيولوجية قد تكون ميكروبات ميتة أو ميكروبات ضعيفة أو أجزاء من هذه الميكروبات تنعطى لجسم الإنسان، حتى إنه جهاز المناعة بجسم الإنسان يكون ذاكرة، وعندما يتم مهاجمته من الميكروبات القوية أو مسببات المرض القوية بكون جهاز المناعة قادر على مقاومة هذه الميكروبات. اما بالنسبه للعلاج، العلاج هو مواد كيماويه او مواد بيولوجيه، ولكن هاي المواد هي نفسها اللي بتهاجم مسببات المرض، يعني مثل الالتهابات ومثل الالتهابات البكتيريه، في مثلا في المضادات الحيويه، في البكتيريوسايدر والبكتيريوستاتيك، هاي هي المضادات الحيويه او المواد الكيميائيه، هي نفسها اللي بتهاجم مسببات المرض. ولكن في حاله اللقاح، هو اللقاح يحفز جهاز المناعه لجسم الانسان انه هو ليهاجم.